اسمي دكتور علي حسين، انا استشاري جراحة التجميل، وانا اخترت التوبيك بتاع الفات ترانسفير او حقن الدهون. في الفترة الأخيرة طبعا احنا سمعنا كلام كتير جدا جدا عن حقن الدهون، وازاي حقن الدهون ده غير مجرى جراحات التجميل بصورة غير طبيعية في الفترة الأخيرة في آخر حوالي 10 أو 15 سنة. وأنا الحمد لله كان ليا الشرف إن أنا أشترك مع بايونيرز في الفيلد بتاع الفات جرافتنج أو حقن الدهون الذاتية أو الدهون المتناهية الصغر. الموضوع ببساطة شديدة إن الدهون أكبر مصدر الخلايا الجذعية في جسم الإنسان. ولما عملنا الستاديز او عملنا الابحاث لقينا ان 1 جرام من الدهون فيه 5000 خليه جذعيه كومبارابل او بالمقارنه ب 1 جرام من النخاع الشوكي اللي فيه 1000 خليه جذعيه. الموضوع كله عباره عن جروح بسيطه لا تتعدى 3 او 4 مللي، باستخدام البنج الموضعي او الحقن الموضعي نقدر نسحب منه الدهون بالات معينه، الات رفيعه جدا تقدر تسحب منها بيها دهون متناهية الصغر، نقدر ان احنا نعيد استخدامها مرة اخرى سواء في حقن الوجه او اعادة النضارة للوجه، في عمليات تكبير الثدي كبديل عن حشوات السيليكون او السيليكون امبلانتس، في معالجة الجروح، في معالجة الهالات السوداء، باستخدام بقى الحاجات المنشقة من الدهون. المنشقة من الدهون هم حاجتين، حاجة اسمها مايكروفات وحاجة اسمها نانو فات. المايكرو فات ده بيستخدم for all augmentation purposes أو لأي حاجة، حاجة تعويضية أو حاجة يعني أي عملية سواء عمليات تكبير الثدي أو تكبير المؤخرة أو إصلاح الجروح. لكن النانو فات دوت بس هو عبارة عن سائل أصفر أو فات يالو إيمولشن، هو مليان بس بالخلايا الجذعية لكن ما بيستخدمش لأي أغراض لتكبير الثدي أو لتكبير المؤخرة أو لنضارة الوجه أو لإعادة ملء فراغات الوجه، هو بيستخدم لريجوفينيشن إفكتس أو لإعادة النضارة. الحاجة الجديدة خالص اللي قدرنا نعملها برضو من الدهون إن إحنا نعمل منها حاجة اسمها نانو فات كريم، إن إحنا بنضيف عليها ميثايل سليلوز بكونسنتريشن معين أو بتركيز معين، ونقدر نديه كهوم تريتمنت للعيان كبديل برضو للكريمات أو للمستحضرات الموجودة في الصيدليات أو موجودة في مختلف الشركات الطبية. وبالتالي يبقى الدهون هتبقى مصدر سعادة الناس في الفترة اللي جاية. والكونسبت بتاع إن الدهون ما بتعيش أو الدهون ملهاش أي إفكت أو الدهون ملهاش long term effect ده مصطلح باطل تماما. بالعكس، الدهون هتبقى هي ديت الفيوتشر بتاع الميدسن او الفيوتشر اوف ذا ستام سيل وريجنريتيف ميدسن. شكرا.